أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من المنصة، نناقش فيها معكم مخاطر الأخطاء الطبية وأسباب تكررها والحلول الممكنة للحد منها. الأخطاء الطبية أو الإهمال الطبي قاتل إضافي يستهدف اليمنيين، وللأسف يضيع حق أغلب الضحايا في دهاليز التحقيق وتذره رياح النسيان. يدفع الناس أرواحهم نتيجة أخطاء متنوعة ومركبة في بعض الأحيان، تبدأ بسوء التشخيص مرورا بالإهمال ثم مضاعفات التعديلات الجراحية لتصحيح الأخطاء السابقة. ودعت تعز اليوم واحدة من أيقونات ثورة فبراير الناشطة عايدة العبسي التي توفيت متأثرة بخطأ طبي. عشرات الأسئلة تجددت برحيل عايدة، لماذا تتكرر هذه الأخطاء وما نتائجها ومن يتحمل المسؤولية وكيف يمكن الحد منها؟ الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق لإثبات الخطأ الطبي من عدمه هي المجلس الأعلى للاختصاصات الطبية، وهو للأسف لا يزال في صنعاء ولا توجد له فروع في بقية المحافظات. عادة تضيع حقوق من يلجؤون إلى المجلس بين دهاليزه وبيروقراطية إجراءاته وتعقيداتها. قبل البدء مشاهدينا الكرام في استقبال اتصالات هذه الحلقة، نذهب لمشاهدة التقرير الذي أعده الزميل وديع عطا. الأخطاء الطبية قاتل إضافي يستهدف أرواح اليمنيين. حالات الخطأ التي ترقى بعضها لتكون جريمة طبية في تزايد مستمر، وما لا يقتل منها فإنه يتسبب في عاهة أو إعاقة دائمة. لا توجد إحصاءات رسمية بعدد ضحايا تلك الأخطاء، لكن الأكيد أنها تتكرر وأسباب وعوامل استمرارها باقية. لم يحدث أن عوقب طبيب تسبب بشكل مباشر في وفاة مريض، مع أن هذا النوع من الجرائم مرتبط بضوابط قانونية جزائية منها السجن وسحب الترخيص، إضافة إلى التعويض المالي. يحدث أن ينسى الجراحون قطعة ما في أحشاء مريض بعد إتمام العملية، ويحدث أن يهمل أحدهم تصفية جرح العملية، ما يؤدي لمضاعفات أشد على المريض من المرض الذي ذهب به إلى المستشفى. بعض الأخطاء الكبيرة مبدأها خطأ التشخيص أو إهمال في ملفات المرضى، وفي بعض الأحيان يكون المريض ضحية جشع لطبيب في مستشفى خاص بحيث تتم إحالته لعملية لا تستدعيها حالته، ما يسمى بالمجلس الأعلى للاختصاصات الطبية، والذي لا يزال مقره في صنعاء تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية، هو الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بإصدار التقارير المتعلقة بإثبات الإهمال أو الخطأ الطبي، ومن ثم تقرير العقوبة أو الجزاء. ثمة إجماع على أن هذا المجلس يعتبر أحد أسباب تعطيل أو عرقلة العقوبات على مرتكبي الأخطاء الطبية، نظراً لبيروقراطية الإجراءات المطلوبة للتحقيق والإثبات. عدم وجود آلية واضحة لتسريع إنصاف الضحايا قد يدفع بعضهم للانتقام من الأطباء أو استهداف المستشفيات التي استقبلت حالات الضحايا، وفي ظل وضع منفلت أمنيا وقانونيا تبقى احتمالات وقوع المزيد من الضحايا قائمة ومستمرة. إذن مشاهدينا الكرام، نبدأ باستقبال أول اتصالات هذه الحلقة. معنا خديجة المجيدي من تعز، مرحبا بك خديجة، مساء الخير. خديجة هل تسمعيني؟ يبدو أن الاتصال غير جاهز. إذن مشاهدينا الكرام، إلى أن يجهز الاتصال نعود ونذكر بموضوع حلقتنا لهذا اليوم عن الأخطاء الطبية التي تحدث في اليمن، أسباب حدوث هذه الأخطاء وكيف يمكن الحد منها. في اليمن قد يتوفى المريض نتيجة إهمال متعمد أو ربما غير متعمد، أو خطأ طبي قد يكون جسيم لا يحدث في بقية الدول. كلاهما الخطا البسيط أو الكبير، كلاهما هو جريمة. وإذن في الكنترول هنالك
هناك اتصال، إذا نستقبل الاتصال. فوزي المريسي من الضالع، مرحبا بك فوزي، هل تسمعني؟ مساء الخير. مساء النور عليكم وعلى كل السادة المتابعين. أهلا بك فوزي، هل حدث لك فوزي أو لأحد أقربائك أو لأي شخص تعرفه أي أخطاء طبية؟ هل مررتم بهذه التجربة؟ نعم، فيما يتعلق بالأخطاء الطبية أو بسوء فهم الأطباء في اليمن لموضوع تشخيص الحالات خاصة الحالة الحرجة، هناك تجارب كثيرة ليست تجربة أو تجربتين. على المستوى الشخصي لا توجد تجربة في هذا المجال، ولكن هناك من نعرفهم من الأقارب من الأصدقاء كثيرا ما تعرضوا لمثل هذه الحالات. كنت قبل قليل أجلس إلى جوار أحد الجرحى الذين أصيبوا في المواجهات الأخيرة، وكان الأطباء قد أقروا له في اليمن بتر طرفيه يعني رجليه من أسفلهما معا في وقت واحد، ولكن يعني رفض ذلك وقرر الذهاب إلى الخارج، وهناك تناول بعض الأدوية وأجريت له عمليات يعني فتعافت قدماه وبات الآن يمشي عليهما. هذه واحدة من صور الإهمال الطبي أو سوء الفهم لتشخيص الحالات أو التعجل من قبل الأطباء باتخاذ القرار الذي قد تكون تداعياته سلبية وأضراره كبيرة بالنسبة للمريض. هناك أيضا حالات أخرى في أمراض متعددة لم تكن بحاجة إلى اتخاذ قرارات من النوع الذي اختاره الأطباء، كانت سبب في وفاة كثير من الناس. هناك حالات أعرفهم أيضا حالة بسبب ضرب حقنة لهذا المريض تسبب في شلل لإحدى قدميه، وهو الآن يعني أكثر من 10 سنوات يعاني من هذه المشكلة. هناك أيضا خطأ طبي على مستوى يعني على المستوى الشخصي، إحداهم قام بضرب حقنة لوالدتي أنا شخصيا وتسبب ورم في إحدى قدميها التي ضربت فيها هذه الحقنة، وقمنا بإجراء عملية جراحية لها وكلفنا ذلك الكثير من الوقت والمال. هذه الأخطاء لا ندري من المسؤول عليها في بلد كاليمن، خاصة في ظل غياب دور الأجهزة الرسمية من وزارة الصحة ومن مكاتب الصحة في المديريات. هذه أخطاء كارثية تودي بحياة الكثير من المواطنين الذين لا ذنب لهم إلا أنهم يبحثون عن العافية فيواجهون بما هو أسوأ من قبل بعض الأطباء. نعم فوزي، في حال حدوث هذه الأخطاء التي ذكرتها، إلى من يلجأ المريض في هذه الحالة؟ إيش الجهة اللي يتوجه لها المريض ليشكو حاله لينصفه؟ هل مثلا المستشفيات، إدارة المستشفيات تفتح تحقيق في حال حدوث هذه الأخطاء؟ هل هنالك جهات داخل المحافظة في القطاع الصحي أو إلى ما لا ذلك يمكن أن تستقبل شكاوى الناس أو يمكن أن تنصفهم؟ في حقيقة الأمر نحن نكذب على المواطن وعلى أنفسنا حينما نقول بأن هناك مكاتب مختصة، سواء مكتب الصحة خاصة في محافظة الضالع، لا ندري هذا المستشفى موجود أو هذه الجهة موجودة عفوا مكتب الصحة أم لا، لا يوجد لها أي بصمة في المحافظة. المواطنين يشكون الأمرين بسبب غياب دور المستشفيات الحكومية، لا يوجد في المحافظة التي تشهد مواجهات على امتدادها مستشفى حكومي إلا مستشفى النصر، ومع ذلك ما يزال يعاني من غياب الكثير من الخدمات الطبية. أما عن أن يلجأ المريض الذي يعاني من الأخطاء الطبية إلى جهة لتنصفه، أعتقد أن ذلك محال، خاصة في الوقت الراهن. هناك جهات مسؤولة لا تعرف حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، وخاصة مكتب الصحة، ولذلك المريض يلجأ أن يحتسب ذلك من الكوارث التي تمر بها البلد ويلجأ إلى الله. أما الجهات الرسمية فلا أعتقد أن أحد سينصفه على الإطلاق. نحن كنا قبل أيام على موعد مع وباء الكوليرا الذي اجتاح مديرية الأزارق، وهو مرض خطير، كان ينبغي على الجهات المعنية أن تضع حد
لانتشار هذا الوباء، ولكن أهملت العديد من الحالات وتوفي أطفال بسبب هذا المرض. هذه واحدة من صور الإهمال لمكتب الصحة العامة في المحافظة. لا يوجد هناك عشرات المرافق التي بنيت خلال الفترة الماضية لم تفتتح حتى الآن، مرافق صحية هي عبارة عن مباني بعضها بات آيل للسقوط، لم يفتتح ولم يمارس دوره الطبي حتى الآن. إذن المواطن يعيش بين جحيمين، إما أن يذهب إلى أطباء لا يرقبون فيه إلا ولا ذمة في المستشفيات الخاصة، ويسلم كما يقال رأس ورقبة لهم يفعلون به ما يشاءون، أو أن يضطر لبيع بعض ممتلكاته ويذهب إلى الخارج بحثاً عن العافية. نعم فوزي. في ظل عدم وجود الرقابة الطبية على المستشفيات وعلى نعم. وعدم وجود قانون نعم يمنع شكراً لك. أو يطبق لمنع حدوث نعم. الظواهر التي تؤدي إلى الوفاة بسبب الأخطاء الطبية. نعم فوزي، إذن فوزي المريسي كنت معنا من الضالع، شكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا في هذه الحلقة، ونتمنى للجميع في الضالع السلامة والنجاة من هذه الأخطاء. اتصال آخر من تعز معنا سمر العبسي، وهي قريبة الناشطة عايدة العبسي التي توفيت منذ أيام بخطأ طبي في تعز. مرحبا بك سمر، مساء الخير. بداية تعازينا، عظم الله أجركم. سمر، ما الذي حصل مع عايدة؟ أولا أشكر موافقتكم لأسرة الفقيدة المرحومة عايدة. طبعا في خصوص قضية الأستاذة عايدة العبسي، هي كانت تعاني من فترة بآلام، تم نقلها إلى مستشفى الثورة، هيئة مستشفى الثورة العام في تعز. نعم. في تاريخ 14/6 تقرر لها عملية لاستئصال الحصى الموجودة في المرارة. طبعا في خصوص هذا الموضوع تمت العملية بنجاح، وأخرجت عايدة ونقلت إلى قسم الرقود في مستشفى الثورة، ظلت هناك لفترة، وبعد ذلك طبعا لم يكن هناك أي تحسن، لا زالت الأوساخ تخرج منها في القسطرة التي كانت تخرج السموم. بعد فترة طبعا نحن يعني استغربنا على موضوع إنه مثل هذه السموم ما زالت تخرج لفترة طويلة، واستمرت هذه السموم بالخروج. عايدة حاولت أن تسأل محن سألناه الطبيب المعالج لعدة مرات عن سبب طوال هذه الفترة، يعني لم يوجد أي تحسن، وكان يخبرنا أن الأمر طبيعي جدا، وأن مثل هذه العملية يعني يحتاج لها فترة حتى يتم خروج كل السموم من جد. طبعا حاولنا عدة مرات نسأل يعني باستغراب، لأن مثل هذه العمليات كما تعلمون إنه يعني إذا استغرقت أسبوع بالكثير يعني. فظلت عايدة هناك تقريبا حوالي 10 أيام أو أسبوعين تقريبا. أخرجت عايدة من المستشفى إلى المنزل، طبعا هذا بعد ما الطبيب نفسه سمح بالخروج ثم الحالة استقرت حسب ما أخبرنا به. نعم. كانت عايدة إلى بيتها ولم يكن هناك أي تحسن في حالتها، وإنما زادت سوء يوم بعد يوم. طبعا حاولنا أن نعمل فحوصات خارجية طبعا، لأن الجسم كان يعني الجسم كله استقرار. استغربنا عن الوضع اللي وصلت له عايدة، خاصة انه كمان القسطرة ما زالت يعني موجودة، لم يعني يزيلوها، لما خرجت من المستشفى ما زالت القسطرة موجودة. طبعا وما زالت السموم تخرج، عملت عايدة الفحوصات هذه اللي هو للوظائف الكبد، لأن جسمها كان يعني هناك استغراق شديد. يعني كانت نتائج الفحوصات انه يعني خلل في وظائف الكبد. طبعا بعد هذا استدعاها الطبيب كعودة له، فاخبرت عايدة يعني عن وضعها وانه ما فيش اي تحسن وكذا. طبعا اخبرها بانه هناك عملية اخرى تقررت لها،
تم تجديد عايده على اساس انه بتعمل العمليه الثانيه، وذهبت لعمل العمليه الثانيه واخبر الطبيب انه لا حاجه للعمليه الثانيه لانه السموم بدات تخف بالقلوب وانه لا حاجه للعمليه الاخرى. طبعا بعد هذا كله يعني استمرت عايده الى حوالي تاريخ 13/7، يعني ما يقارب الشهر كامل من عمليه استئصال حصى للمراره. استمرت بأكثر يعني ما يقارب الشهر كامل. أفتاء وضعنا الصحي تم نقلها إلى مستشفى الروضة في تعز نتيجة إنه حصل لنا هبوط مفاجئ. أيوه. نقلت إلى مستشفى الروضة. بعد هذا طبعاً خبرونا من مستشفى الروضة إن حالته الصحية خطيرة جداً، وخبرونا إنه في حالة هناك أي استدعاء يعني بالتدخل وكذا، لكن الأغلب نصحنا بإنه يتم نقلها إلى مستشفى العلوم التكنولوجية في محافظة صنعاء. تم نقلها في تاريخ 13 يعني ما يعني في أقصد في صباح يوم تاريخ 14/7. نعم. تم نقلها إلى مستشفى العلوم التكنولوجية إلى صنعاء، ولكن حالتها كانت في سوء ودخلت في غيبوبة من ذلك الوقت. مستشفى العلوم التكنولوجية أخبرونا إنه هناك خطورة بسبب إن السموم انتشرت على جسم عايدة، طبعاً هذا نتيجة إن القسطرة أزيلت لعايدة من قبل الطبيب المعالج في تعز في هيئة مستشفى الثورة أثناء عودتها له مرة أخرى، وأخبرنا أنه لا خلاص إنه يعني لا داعي للقسطرة وأنهم بدأت تخف وجود مشكلها، ولكن الصباح يعني حسب ما أخبرونا به في العلوم التكنولوجية أن إزالة القسطرة كان سبب من الأسباب لتفاقم الحالة، كذا كان هناك امتداد في القناة الصفراوية. هذا السبب نتيجة حصوة يعني في القناة نفسها لم يتم استئصالها بالمريضة، وهذا كان سبب لانتشار السموم في الجسم بشكل عام. نعم، إذا سمر السبب واضح، هو خطأ من طبيب القسطرة. سمر، بعد موت عايدة الله يرحمها، ماذا كانت رد فعل المستشفى، خاصة وأنت تتحدثي أنهم تحدثوا في مستشفى صنعاء أن السبب هو خطأ من قبل طبيب القسطرة، إيش كانت رد فعل المستشفى بعد وفاة عايدة سمر؟ إلى أين توجهتم؟ ما الذي فعلته بعد 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 موتها؟ بالحقيقة عايدة طبعا قبل وفاتها كررت وصية بأنه يتم متابعة قضيتها، فمجرد هذا القول يعني كان يوحي بأن هناك في خطأ طبي، وأوصتنا بمتابعة إذا يعني كانت تخبرنا إذا حدث لي شيء فتابعوا يعني وحطوا في رقبتكم وشيء زي كذا. طبعا بعد ما تابعنا القضية بعد وفاة من قبل محامي مختص ورفع الشكوى من أولياء الدم من قبل النيابة بأوامر من النيابة باستخراج التقارير الطبية من المستشفيات، وجدنا صعوبة باستخراج مثل هذه التقارير، وكانت التقارير التي استخرجت من هيئة مستشفى الثورة بمبرر أن عايدة رفضت عمل عملية أخرى، هذا حسب ما زعم به الطبيب المعالج بأن عايدة رفضت عمل العملية الأخرى وأنه أخبرها بضرورة العملية، بالرغم من أن عايدة في صفحتها على مواقع التواصل في الفيسبوك نشرت منشور بأنها ستخضع لعملية جراحية، ولكن أنكروا مثل هذا الموضوع في صدر متابعة القضية. لا نستطيع أن نجزم بوجود الخطأ وأيا كان الخطأ، ولكن نحن في صدد متابعة القضية والأمور في نطاق أن تأخذ نقراها، والقضاء ينظر في الموضوع حيث أن تم تشريح الجثة كذلك من قبل طبيب شرعي ومن قبل نحن تقرير الطبيب الشرعي، وكذلك تم تشكيل لجنة طبية من قبل هيئة مستشفى الثورة للتحقيق في الواقعة، ونحن نأمل أن تظهر الحقائق لأن مثل هذه الحقائق
ما تعني عايزة وحدها، وإنما قد يخضع لها ويتجرعها أكثر من شخص. نحن فقدنا عايزة، ولكن نتمنى أن لا نفقد الكثير. كون مثل هذه المرافق الحكومية أنشئت بخدمة المواطن وليست قتل المواطن. لابد من وجود كوادر متخصصة، لابد من تحدي مثل هذه الأمور. أرواح الناس ليست رخيصة. الله يصبركم سمر، قلبي معكم. كنت سأسألك عن رسالة توجهها للجهات المختصة، سأعتبر كلامك الأخير هو رسالة نتمنى أن تصل. سمر تقول فقدنا عايدة، وأتمنى أن تكون عايدة آخر ضحايا الأخطاء الطبية في اليمن. سمر العبسي، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا في هذه الحلقة، وأكرر تعزينا الحارة من كافة طاقم البرنامج والقناة. شكرا لك سمر العبسي، كنت معنا من تعز. إذن مشاهدينا الكرام، نذهب الآن لمتابعة بعض التصريحات التي وصلتنا بخصوص الموضوع. التصريح هو من مدير مكتب الصحة بمحافظة تعز، الدكتور عبد الرحيم السامع. الأخطاء الطبية أخطاء شائعة تحدث في جميع أنحاء العالم وفي أرقى القطاعات الصحية على مستوى دول العالم. في الولايات المتحدة الأمريكية يتوفى 98,000 مريض نتيجة للأخطاء الطبية. هذا لا يعني أننا نبرر لأنفسنا للاستمرار في مثل هذه الأخطاء، لكن يمكن حماية المواطن من حدوث الأخطاء الطبية بالارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة. كما نعلم أن القطاع الصحي انهيار كامل جراء حرب الميليشيات الانقلابية على هذا الوطن. تم تدمير جميع مقدرات القطاع الصحي ونزوح الكادر المتخصص. لا يعمل داخل تعز سوى 10% من الكادر المتخصص، والغالبية منه ذهب يبحث عن لقمة العيش إما داخل الوطن أو خارجه. اليوم المؤسسات الصحية ومنها المستشفيات العامة والتعليمية والتدريبية تعاني من نقص شديد جدا في الكادر، والكادر المتبقي يقع عليه ضغط شديد نتيجة لازدياد عودة بعض المواطنين إلى المحافظة نتيجة للتحسن النسبي في الجانب الأمني. الحماية الكاملة أو الحماية التي ينشدها المواطن من حدوث الأخطاء الطبية يتم بتأثيث وتجهيز المؤسسات والمستشفيات الحكومية وعودة الكادر والتدريب المتواصل للكوادر الجديدة. كلنا نعلم أن محافظة تعز لم يتم فيها توظيف كادر جديد يحظى بتدريب عالي أو تخصصي ما بعد الجامعة من حملة درجات الماجستير والدكتوراه منذ عقدين من الزمن، بالإضافة إلى التجريف الكبير الذي حصل للكادر المتخصص داخل المحافظة جراء الحرب وجراء الانفلات الأمني الذي يشعر به المتخصص للبقاء. إذن كان هذا هو رأي مدير مكتب الصحة بمحافظة تعز الدكتور عبد الرحيم السامعي. نستقبل الآن اتصال محفوظ الشامي. مرحبا بك محفوظ، لعلك استمعت معنا. مساء الخير أولا، أتأكد أنك معنا. مساء النور، أهلا محفوظ، لعلك استمعت معنا لتصريح الدكتور عبد الرحيم، يقول الأخطاء تحدث حتى في أمريكا. لا أعرف ما مدى واقعية هذه المقارنة، ولكن للإنصاف هو أيضا تحدث عن غياب الكادر الصحي المؤهل نتيجة كما يقول البعض نتيجة الأوضاع التي تمر فيها البلد. هنالك هجرة للكوادر الطبية إلى الخارج. تعليقك محفوظ على تصريح الدكتور والسبب الحقيقي الذي يقف وراء هذه الأخطاء، وهي ليست من الآن، هي موجودة حتى قبل الأوضاع التي نمر بها الآن. عموما المشاهدين أيضا نطلب كما تحدثت بجانب الضبط، هناك قصور بارز في هذا الجانب حتى قبل الحرب وقبل هذه الأحداث، لكن هذه الحرب ضاعفت ايضا بشكل كبير في رحله الكفاءات، خصوصا في مجالات متعدده، وفي المجال الطبي تتساهل في المجالات.
وبالتالي تأثر الوضع الصحي بشكل كبير. وهذه نتيجة طبيعية جدا يعني ومتوقعة بسبب غياب الكوادر الطبية وبسبب فكهة الإنسانات والموارد في هذا القطاع، وأيضا الإهمال، وهناك إهمال في هذا الشأن. نعم محفوظ، هل ما زلت معي؟ نعم. إذن محفوظ، أيضا الدكتور عبد الرحيم تحدث عن انهيار القطاع الصحي في اليمن بسبب الأوضاع. إذن من يتحمل مسؤولية هذا الانهيار وتلافيه، وأيضا الحد من هذه الأخطاء التي تودي بحياة الناس نتيجة هذا الانهيار؟ الناس أصبحت تموت بكل الطرق في اليمن، بالأخطاء الطبية، بالنقص الرعاية الصحية، الأوبئة المنتشرة. من يتحمل مسؤولية إيقاف كل ذلك؟ بالطبع المعنيين والمعنيين والمسؤولين عن هذا الجانب، ويجب على الحكيم الكاتب هؤلاء. هناك أخطاء ترتكب بشكل مكرر وبشكل معتمد، أصبح الوضع أشبه بفوضى ومهزلة كبيرة. حدوث الأخطاء تحصل في أي مكان من أماكن العالم، سواء في العالم المتقدم، وهناك طبية تنتشر وتحدث بقلة وبندرة، لكن حدوثها في اليمن أصبح مثير للخوف، وهناك فوضى كبيرة، وبالتالي يجب محاسبة هؤلاء والتدقيق عليهم بشكل أكبر. يجب أيضا تفعيل الدور الرقابي على الجوانب الصحية والطبية، كيف يعمل هذا المستشفى، الكادر الطبي. الوضع أصبح يعني في التجارة في المستشفيات، يعني يشعر المريض وهو في المستشفى بأنه يتسوق في سوبر ماركت، يستقبلونه لا يقدمونه الخدمة الإنسانية بقدر ما يسعوا إلى ابتزازه وأخذ ماله. نعم، وهذا بالطبع يعني النتيجة المتوقعة لغياب الدولة الحقيقية. إذن محفوظ الشامي، شكرا جزيلا لك، شكرا لمشاركتك معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، نتحول الآن لمشاهدة بعض آراء الناس وصلتنا عبر الواتساب. دعونا نشاهد بعض هذه الآراء. طبعا الأسباب أو بالأصح المسببات الأخطاء الطبية قد تكون بسبب الحصار القائم على تعز، في عدم توفر المستلزمات الطبية والعلاجات بشكل عام، وكذلك عدم تأهيل الدكاترة، وقد يكون بسبب الغش الموجود في الجامعات يجعل الطالب يخرج غير مؤهل طبيا، قد يكون هذه أحد المسببات. طبعا المسؤول عن هذه الأخطاء في البداية السبب الرئيسي وزارة الصحة، لأن هي اللي تتابع، هي المسؤولة عن الأخطاء هذه بشكل عام. طبعا الأخطاء الطبية تتكرر بشكل كبير جدا ومفجع بسبب الإهمال في المستشفيات العامة والخاصة. هذه الأخطاء الطبية هي نتيجة إهمال الأطباء، أيضا ممارسة بعض الأطباء الذين ليس لديهم المهارة وليس لديهم الخبرة. أيضا يجب على الجهات المعنية ومنها مكتب الصحة عدم السكوت عن هذه نقول الجرائم، لأن روح المواطن أصبح مهدد، يعني نحن مهددون بالقذائف والرصاص والرواجع، فيدخل المريض إلى المستشفى حتى يجد العناية، لكن للأسف هو لا يجدها، إنما يجد الموت متربص به بسبب الكوادر الغير متمكنة والغير مؤهلة لاستقبال المريض وخضوعه مثلا لعملية أو خطأ طبي بسيط يودي بحياة هذا المريض. أين يذهب هؤلاء المرضى؟ نحن نعاني من حصار، نعاني من إطلاق الرصاص بشكل مكثف على المدينة والقذائف، وأيضا نعاني من الأخطاء الطبية التي تمارس أعتقد بشكل كبير جدا وبإهمال شديد من الجهات المعنية. الأخطاء الطبية في محافظة تعز أصبحت تتكرر بشكل كبير،
وآخر حالة كانت حالة الأستاذة عايدة العبسي اللي توفيت نتيجة خطأ طبي عندما ذهبت لتقوم بعملية المرارة. هذه الأخطاء الطبية التي تحدث في محافظة تعز تحديدا نتيجة انعدام الكادر الطبي المختص، نتيجة وجود دخلاء على مهنة الطب، نتيجة قيام أشخاص عديمي المسؤولية عديمي الإنسانية بعمليات بشكل مستهدر بشكل إهمال كبير لهذه العمليات لهؤلاء الجرحى. تكون المسؤولية الرئيسية على مكتب الصحة في محافظة تعز وعلى السلطة المحلية بتفعيل الرقابة على المستشفيات الحكومية وعلى الأطباء وعلى القائمين على هذه المهنة والقائمين على العمليات الجراحية، والسماح لأناس غير متخصصين بالدخول في عمليات جراحية ليست من صميم عملهم. يجب على السلطة المحلية ومكتب الصحة في محافظة تعز وهيئة مستشفى الثورة تشكل لجنة للتحقيق في هذه الحوادث، حوادث الأخطاء الطبية ومحاسبة القائمين عليها. دماء أبناء تعز ليست رخيصة، دماء المواطنين ليست بالأمر السهل الاستهتار بأرواحهم الاستهتار دمائهم، يجب أن يحاسب كل القائمين على العمليات وعلى الأخطاء الطبية. إذن نعود مشاهدينا الكرام لاستقبال الاتصالات. معنا عمر الحميري، مرحبا بك عمر، مساء الخير. مرحبا بك يا أهلا بك. الجدير بالتنويه به للمشاهدين أنك عمر أقمت حملة للمطالبة بحق عايدة العبسي ومتابعة الحادثة. عمر، أين وصلتم بالحملة؟ ما الذي فعلته خلال هذه الأيام؟ في قضية الواحدة عايدة العبسي هناك العديد من اتخاذ إجراءات قانونية لازمة قبل الشروع بدفن دفنها. توجهت الى ان حولت لم تكن هناك اراده لدى ذويها واولياء ابنها واقاربها بالتوجه الى القضاء والتحقيق في جريمه الخطا الطبي والاهمال المتعمد الذي قد حدث اثناء العمليه. نعم. ولم يتوقع اهلها وتتوقع عائده ذاتها قبل وفاتها ان تفعل بكلهم توجهنا الى القضاء والنيابه العامه. تم اتخاذ الجهات المناسبه تكليفات بتشكيل لجان طبيه من مكتب الصحه، فعلا تم تكليف لجنه طبيه لجراح بايدها، وايضا تم تكليف شرعي من قبل مكتب النيابه العام كان بعمله ونحن بانتظار النتائج. لم نستبق الاحداث ومن تدخل في اعمال القضاء في اعمال النيابه من انتخابات كانت تقوم بدورنا من حيث توجيه القضيه وتوجيه الهديه والمستندات لمعرفه سبب وفاتها وللتحقق من توجه الجريمه من قبلها، وبالنهايه القول الفاصل واصدار قرار الاتهام وتحديد هويه الفاعل ومن حق النيابه العامه. ونحن نثق بالقضاء ونثق باجراءاته وسوف نبدي الاسباب كافه. هناك تفاعل مجتمعي مع هذه القضيه كونها تشكل هاجسا وقلقا عاما لدى المواطنين في مدينه تعز وفي اليمن بشكل عام. كون الاخطاء الطبيه اصبحت متزايدة في الفترة الأخيرة. نعم. نعم عمر، الجهة الوحيدة المخولة في التحقيق لإثبات الخطأ الطبي والذي يترتب على ذلك أخذ حقوق الضحايا هي المجلس الأعلى للاختصاصات الطبية، وهو لا يزال في صنعاء، ليس له فروع في أي منطقة في اليمن. في هذه الحالة ما الذي يمكن فعله عمر؟ أختي الكريمة، دعيني أصحح المعلومات. المجلس الطبي الأعلى هو مجلس فني مهمته فقط إيجاد تقارير طبية يؤكد أو تثبت وجود خطأ طبي أو إهمال متعمد من خلال الإجراءات الطبية التي تعرضها المريض أثناء حالته المرضية، وبالتالي فإن القول الفاصل والجهة المعنية بالتعويض والمعاقبة هي النيابة العامة. إذا كان تم تجريمة يمكن وصفها بأنها جريمة، وإذا كان هناك خطأ فيها من جديد كان بإهمال متعمد. نعم. يمكن وصفه أنه خطأ يمكن التعويض عليه أمام القضاء المدني. الجهات المعنية هي القضاء في التعويض أو في المناسبة، والمجلس الطبي الأعلى هي فقط فيها ومهمتها إيجاد التقارير وتحديد الخطأ، وهذه الإشكالية الكبيرة التي نناقش بها والتي نرجو أن نصل إليها من خلال هذا البرنامج ومن خلال هذه الحملة إلى تعديل وتصحيح ويضع المجلس الطبي الأعلى الذي يقطع في صنعاء بدون أي نتائج. هناك الآلاف من الحالات ربما المئات
من حالات الخطا الطبيه التي لا يجب المتضررون منها الملجا والجهه المناسبه لاثبات حقوقهم فيها، فمن الصعب جدا الحصول على تقارير طبيه الخطا الطبي من قبل المشافي الخاصه او العامه، الا اذا كان توجه المدير الى الخارج ربما يشكل على تقارير فنيه تثبت هذا الخطا، ولكن المجلس الطبي الاعلى من مهامه واختصاصاته دراسه هذه الحالات والخروج بتقارير طبيه وبتقارير راي استشاريه تثبت وجود خطا من عدمه من خلال دراسه الملفات. هذا المجلس الطبي الان معطل تماما من خلال جوازه الجمعات وعدم استماع قضائه، ونطالب ونناشد عبر هذا البرنامج وبعد القناه الفيسبوكيه نناشد وزير الصحه في الشرعيه ان يعدل ويصحح وضع المجلس الطبي الاعلى وخروجه من المحافظات، ويوجد قرار لتشكيل لجنه جديده يتم مقرها في عدن وتكون لها قريه في المحافظات في محافظه الصعيد وبقيه المحافظات، بحيث تكون هناك لجنه دائمه يلجا اليها المواطن، لان القضاء لا يقبل اي قضيه ويشكل هكذا في تهم الكذاب، وانما يحتاج الى تقارير مبدئيه تثبت وجود خطا من عدمه حتى لا يكون القضاء ايضا عرضه للمساءله في كل حاله، وعندما لا يرضى الاهالي بتقارير المعلومات الطبيه هذه المثال يستفيد منها المواطن المتجرد من الاخطاء الطبيه، كما يستفيد منها ايضا الاطباء الذين احيانا يتعرضون لحملات جهاتيه. بالتالي فان هذه اللجنه من المجلس الاعلى ان الوزاره الطبيه المتخصصه الاستشاريه يجب ان تتشكل، يجب على وزاره الصحه ان تتحرك، وايضا نحن حصلنا على وعود من قبل الاخ مدير مصدر الصحه. نعم عمر، أتمنى أن تصل مناشداتكم للجهات المختصة، وكلنا نتمنى الله يضيع حق عايدة ولا أحد. إذا عمر الحميري شكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا في هذه الحلقة، وشكرا لكل الجهود التي تبذلها لمتابعة قضية عايدة. مشاهدينا الكرام، حادثة عايدة أثارت الموضوع ورفعت القضية إلى السطح وجعلت الجميع يتحدث عن هذا الموضوع، الأخطاء الطبية وتكرر حدوثها وتزايدها في الفترة الأخيرة. من ضمن من كتب عن الموضوع كان الإعلامي المعروف خليل القاهري، كتب منشورا حول ذلك في صفحتي على الفيسبوك. نذهب لاستطلاع منشور الأستاذ خليل. كتب: صديقي أقنعه الأطباء في بلدي أن لديه سرطانا في الغدد، وآخر أقنعوه بجرعة الكيماوي لأن لديه سرطانا في القولون، وثالث ورابع جميعهم سافروا خارج البلاد ولم يتضح بأن لديهم سرطان وتعالجوا خلال أيام. تخيلوا كم شخصا خضعوا لجلسات كيميائي دون الحاجة لها، أطباء مخزنين وجامعات شقق. صديق آخر أسعف أمه جراء إصابتها بإسهال حاد، استقبله أحد المنتسبين للطب ظلما وبهتانا في أحد المشافي وطلب منه التوقيع الفوري على بدء جلسات الغسيل الكلوي لها، وبعد شد وجذب رفض التوقيع وتم علاجها منزليا وهي الآن في أتم عافيتها. شخص آخر أسعف ابنته لالتهابات الزائدة الدودية وانتهت حياتها بعد 15 يوما وهي في الغيبوبة بسبب زيادة نسبة التخدير، ومن شدة صدمة والدها أصيب بجلطة ولا يزال يعاني من تبعاتها. المضحك أن المشفى طلب منه التنازل عن الملف مقابل إعفائه من التكاليف. قصص أخرى بالجملة تنبئ عن حجم كارثة تتربص بالناس. إذن كان هذا هو منشور الأستاذ خليل القاهري. مشاهدينا الكرام، بهذا لدينا اتصال أيضا. نعم، إذن نذهب لمشاهدة تصريحات أعدها لنا مراسلنا في عدن حول رأي الناس عن الأخطاء الطبية وأسباب تكررها. نأخذ الرأي ونستطلع الوضع في العاصمة المؤقتة عدن. عدم الشعور في المسؤولية تجاه المرضى هي أحد الأسباب الأساسية في تزايد الأخطاء الطبية، وأيضا عدم وجود الرقابة من وزارة الصحة. لابد أن يكون هناك رقابة على المستشفيات، يكون رقابة على الدكاترة، سواء الرقابة أيضا على الأدوية. هناك حالات كثيرة في المستشفيات
تؤدي إلى الوفاة بسبب أن الدواء منتهي، وهناك أمراض أخرى أيضا تنتقل بسبب الدم الذي يسحب من مريض إلى مريض آخر، ويؤدي إلى تضاعف الأخطاء وتزايدها الأخطاء، خصوصا الأخطاء الطبية. وهناك روح بشرية، عندما نتحدث عن أخطاء طبية فنحن نتحدث عن روح بشرية توضع تحت التجربة، فالروح العدنية ليست للتجربة، فنريد من وزارة الصحة أن تخضع المستشفيات إلى رقابة صارمة، لأن من يتعاملون معها هي روح الإنسان العدني. أشهد المرحلة الأخيرة تراجع طبي كثير خصوصا في المرافق الحكومية. هناك أسباب يعني لكون العدن، نتحدث عن عدن، لكون وجود المستشفيات الخاصة أكثر تواجدا، وهناك بيع وشراء أحيانا بالدمم، ولذلك يعني حتى ان احنا ننهي، هي سياسه حتى ننهي هذا المستشفى الحكومي ويكون مردود المواطن الى المستشفى الخاص، نعمل هذه الاشياء خصوصا ما فيش الكادر، هناك ضعف جدا، الخوف، فالتأهيل سبب ذلك، ما عاد فيش الدكتور المختص في هذا الجانب، فانا مجرد ما تكون احيانا حتى انها مثل ما اقول لك يعني صداقة، أنا بدخلك معرفة هذا المستشفى، لكن عندك شيء بسيط لم تكن كافي بهذا المجال، وهذه هي أسباب واضحة، سياسة، المصلحة الخاصة، هناك حروب ما بين المستشفيات الحكومية والخاصة، التطفيش بنفس الوقت. والله تعود الأسباب إلى عدة أسباب، أهمها وزارة الصحة التي هي تعتبر المسؤول الأول في هذا الأمر، ومن أهم الأسباب عدم محاسبة المخطئين والذين قد تسببوا في أخطاء طبية لكي يجعلوهم عبرة للأطباء والكادر الطبي الذي يأتيهم بعدهم ويشعروا أن هناك حساب وعقاب. الشيء الثاني عدم وجود كادر مؤهل طبي، تجد كل مستشفياتنا اليوم أغلب المرضى تجدهم أبناء المسؤولين نفسهم ما يسخوش يطرحوا عيالهم هنا يتعالجوا، لذلك تجدنا نفتقر للكادر الطبي. إذن مشاهدينا الكرام، بهذه التصريحات القادمة من عدن نصل إلى نهاية هذه الحلقة، نتمنى السلامة للجميع، نشكركم على المتابعة، والشكر هو من زميلي معد الحلقة وديع عطا، نلقاكم على خير وسلامة في حلقة قادمة، إلى اللقاء.